كان أراد أن يوضح صورة للشعب الجزائري وللجماهير الرياضية أنه ما حدث في كأس أمم إفريقيا هو إخفاق، رغم أنه هذه الكلمة كان لا يريد أن يذكرها لما كنا في الكاميرون. قال يقول أنا نتحمل المسؤولية، وأعطانا كما كان يقول ديسكوب، أشكفا كان يقول ديسكوب اللي كنا الحمد لله قناة شروق حمزة كنا في الصورة، ولما جينا هنا الجزائر كنا تكلمنا على حالة الإشباع بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري، تكلمنا على حالة الإصابة اللي كانت بفيروس كورونا، على التعتيم الإعلامي صح التعبير من خلية الإعلام والمنتخب الوطني الجزائري، وحتى رجال الإعلام في الجزائر كنا رفقناهم، كنا ما كناش نعطوا المصابين بفيروس كورونا. كنا فيما يخص أرضية الميدان قناة شروق كنا نقول أرضية الميدان سيئة، لكن لم نجعل منها كارثية وهي السبب الأساسي لخسارة المنتخب الوطني. واليوم ناخب وطني كان صريح، ما قالش أنه أرضية الميدان هي اللي كانت سببنا، كان يقول أنه لعبنا على الساعة الثانية مع منتخب سيراليون مباراة صعبة، وحاولنا نخلق الكثير من الفرص لم نتمكن، مع منتخب غينيا الاستوائية تحدث على الحكم اللي كنا تكلمنا عليه، الحكم غواتيمالي اللي كان يتكلم اللغة الإسبانية مثل المنتخب غينيا الاستوائية، مع المنتخب الإيفواري. لكن حسين اليوم النقطة الأساسية اللي قالها جماعة بالماضي أنه في كأس أفريقيا كنا خارج الإطار، حاولنا حقيقة، لكن الإرادة اللي كانت سنة 2019 لم تكن موجودة سنة 2021، حتى الظروف كانت مغايرة، وهذا ما استقينا من تصريحات أبرز نقطة حسينه قال أنه التربص كان فاشل، التربص دوحة هو يسل فيها